الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الساحل بلس لجمعيات الهلال والصليب الأحمر كان فرصة جمعت 12 دولة في المنطقة للتطرق إلى قضايا هامة قسمت على ثلاث محاور تضمنت أزمة الغذاء، التغيرات المناخية والهجرة. إن منطقة الساحل تكتسي مكانة خاصة لدى الجزائر نظراً للروابط التاريخية والجغرافية، والجزائر تولي عناية بالغة لاستقرار هذه المنطقة والمحافظة على وحدتها الإقليمية، وهذا مرهون بالطبع بتضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين دول الساحل. أول تجمع من هذا النوع يقع في الجزائر، أول مرة نجمع أكثر من 20 مؤسسة وطنية، جمعية وطنية أقول، من الهلال والصليب الأحمر لمنطقة الساحل ومنطقة الشرق الأوسط. كرئيس مجموعة الساحل بلس أريد أن أشكر السيدة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري على هذه المبادرة وعلى الاستضافة، متمنيا أن تكون هذه انطلاقة لشراكة قوية بين الجمعيات الوطنية ومختلف شركائنا على غرار الهلال الأحمر والصليب الأحمر وشبكاتنا الأخرى. ضمن مسعى الاهتمام بالفئات الهشة، شهد الملتقى إمضاء اتفاقية شراكة بين مجموعة دول الساحل بلس، الهلال الأحمر الجزائري وشركتين جزائريتين لإعداد مصنف المهارات في المهن الصناعية للنسيج والجلود الخاص بفئة السم والبكم في الجزائر ومنطقة الساحل. الاتفاق المبدئي كان على أنه الجزائر سوف تحتضن فئة السم البكم بالنسبة لدول الساحل بلس، اللي هي قلنا كما قلنا 12 دولة، من أجل تكوينهم ولما لا دعم بمشاريع مصغرة في الجزائر أو حتى خارج الحدود الجزائرية لهذه الفئة من أجل حفظهم من الحاجة. مواجهة الأزمات التي تفرضها التغيرات العالمية على مختلف المستويات تفرض تعزيز دور مجموعة الساحل بلس للتعاون في إيجاد الحلول للتحديات الراهنة والمستقبلية.